بسم الله على بركة الله. اليوم نعطيكم ماسك جديد لبشرة الوجه يساعد على تنظيفها وعلى تبييضها وإعطائها لون فاتح. ومكوناته بسيطة من البيت. المكونين الأساسيين هما كتشارة كبيرة ديال الشوفان، اللي هو هاد الحبات هادو اللي كينباعوا متوفرين في السوق، كاين اللي باللهجة المغربية ولا العامية المغربية نقالو الخرطال. إذا كتشارة كبيرة من الخرطال مطحون، وكتشارة كبيرة من اللوز مطحون بقشرته، ممسوح ومطحون بقشرته. كنخلطوا العناصر الناشفانه، من ثم كنجمعوهم بالحليب، الحليب الكامل الدسم العادي حتى الحصول على شكل كريمه. نطرحوها على بشرتنا، بشره الوجه، مده 15 دقيقه مرتين في الاسبوع، ومن ثم نغسلوها بالماء الفاتر، ماء دافي، ما يعود حامي ما يعود بارد. ممكن نعدو ديال نهارين، نديرهم في الثلاجة في بواطة محكمة الإغلاق. إذن هذا هو الماسك ديالنا ديال اليوم. يكفي انك تعدليه، نزيدو شويه من الحليب، يكفي انك تعدليه على بشره الوجه، تعود طبعا نقيه. دائما الماسكات كنعدلوهم على بشره الوجه ولا على الجلد كامل ولا اليدين، يعودوا نقيين، غاسلينهم مزيان نقيين. إذن هذا هو الماسك ديالنا ديال اليوم، فعال وزين في تبييض الوجه وتغذيته لانه فيه مواد طبيعيه، ويعطى واحد النصاعه وواحد البياض اللي هو واضح. دني الى عجبكم الحلقه ديال اليوم عدلوا لي جيم وابونوا في ماشين، واني بكم الى حلقه قادمه.